وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أنت صرت مسلما بعد قراءاته الطويلة وبحثه الجاد. يقول جئت هنا جاءوا به الأحباب ليعلن الشهادة في هذا المكان بعد أن حضر لها وختم زيارته لقطر بإعلان إسلامه بالتوفيق من فرنسا. يعني وفقك الله للخير والأصدقاء الطيبين الذين جاءوا بك وأحبابك وتعيش إن شاء الله بسلام ونتواصل بإذنك. الله أكبر. الله أكبر. باركوني يا سلام. باركوني. يعني يستاهل. هذه المساكين يعيشون الجو.